네? 맞습니다. 오늘 생연은 고스케덱비 شطور هنسيب حته صغيره وهنرسم شكل بيضاوي بس مش كامل. وهقول لك ليه مش كامل. برافو جنب القيس. تمام. هنيجي في نص المكان الفاضي ده وهنعمل دايره كده ولا كبيره ولا صغيره. جميل قوي. الدايرة دي هي الفيونكة اللي حطها هيلو كيتي ومشهورة بيها. شطورة. نعمل التانية الصغيرة من جوه. برافو. الفتحة دي بقى هنعمل فيها ايه؟ ودانها. تمام. هنعمل ودانها. ينفع ودن واحدة؟ لا. لازم ودن كمان. وهي حاطة الفيونكة فوق ودنها التانية. عينين هالو كيتي في الطرف شوية مش في النص. يعني هنيجي تحت الفيونكة كده بحاجة بسيطة وهنرسم دايرة صغنونة وتحت الودن التانية كده برضو دايرة صغنونة. تمام. المناخير الطعمة الصغيرة. ولها شنب تلات قطوف ضعيفة كده وبكده نبقى رسمنا هيلو كيتي. على فكرة نوران عندها تلات محايات هيلو كيتي بألوان مختلفة. يا رب يطلع الرسمة اللي رسمناها شبههم. دي لونها ايه يا نور؟ أخضر جرين. أنا شطورة بتعرف انجليزي. وأحمر وأزرق. وبكده يكون ده نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. وسنين المرة الجاية في رسمة جديدة جميلة من شخصيات والت ديزني. بس مش هنقول عليها ايه. هنستنى في التعليقات تقولوا لنا انتوا عايزين تشوفوا ايه. يلا سلام عليكم.